لك الحمد إني أحب كتابك، أرتل أتلو وأرجو ثوابك. تدبرت ما أنت يسرته لي، فيشفع لي أو يقيني عذابك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب غدرا وأغزرها علما وأبلغها وأعذبها نظما وأبلغها في الخضاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب. أيها الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. كتب الله أجر خضاكم وأعلى في الفردوس مثواكم، وعلى مائدة القرآن يحلو اللقاء، لنسعد بتكريم أبنائنا وأبنائكم في هذا الحفل الكريم الذي نشرف فيه بتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مركزنا، مركز التيسير للقرآن الكريم وعلومه. أهلاً ومرحباً بكم جميعاً، ضبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة دينا ذهبك تدوينها السجيمي علماء الدين كيو والدين تدورك تيسير دي رعيديسي طلابي يا ساتيدو رمانتين سلام بان الدين سوكا ديميا قف كستوحن كو سلام يا منصب كيسة يا مقي عيسى يا موقع وكفر ديو ما أنت ومالين وين وحين لدى بالدقينا oo aynu la farxaynaa arday dhammaysay Qur'aanka Kariimka ah, baratay wax la barto wixii ugu wanaagsanaa ee ugu qiimaha badnaa ee ugu sharafta badnaa. Insha Allahu Ta'ala, xafladeennan maanta oo ah mid la isku arkay, waxa aynu samayn doonaa insha Allahu Ta'ala in ugu horreyn aynu ku furfuranno wax lagu furfurto waxa ugu wanaagsan si majlisku inoogu barakoobo insha Allahu Ta'ala. Waxa aynu ku bilaabanaynaa aayadaha Qur'aanka Kariimka ah. Arday qiimo badan oo Qur'aankii Ilaahay dusha sare ka qaybo qaab wacan u dhigayo loo wada khushuucaan idin soo qadimaya, ila soo dhaweeya ardada kala ah, ugu horreyn ardayada Aniisa Muhammad hay isoo dhawaato si ay inoogu furfurto aayaadka Qur'aanka Kariimka ah, kadibna waxa ka dambayn doona labada arday ee kala ah Ahmed iyo Bashir Ibrahim. Tafadali mashkuratan majura. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم
متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى
وما عليك ألا يزكى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إلهي سبحانه وتعالى آياتها قرآن كاه أردد سعينو آخرين حينو وانفعو يقان إلهي سبحانه وتعالى حكا أبا المريو حفلت دينا أيين هرو قسيس عن دورنا هدي إلهي كدقو وحاان هدا أجيريا أرديد كلمة سورة دوينة أجيري سورة دمان مرتو إذا كسوا قيب كشي حفلت ده وحان سورة دوينة يا عفاف موسى ظاهر عفاف شيخ موسى ظاهر حسور دواتو وقبر دقن لو دين تنا تقانو دادال كيدا لو بغي إلى سور دوية عفاف موسى ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوانا أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا يهز الوجد من طرب ويهدي النفس إيمانا أنين في القلوب سرى يخالط النغمة الحادي أغاليد نرددها كصوت البلبل الصادي. ضيوفنا الكرام أصحاب الفضيلة العلماء معلمين الأجلاء حفلنا الكريم نحييكم بتحية الإسلام المحملة بالعبق والأزاهير والمزينة بالمحبة والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعر أشرق وجهه وتهللا وتراقصت لقدومكم رتب العلا والشطر في إيوانه متبسم والمركز التيسير يأتي الأولا بقلوب تفيض برحيق المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات مفعمة بروح الأخوة. نحييكم بأجمل باقات الورد والياسمين نستقبلكم وأجمل عبارات الترحيب نهديكم. يسر مركزكم مركز التيسير للقرآن وعلومه أن يرحب بمقامكم جميعا متشرفا بكم مثمنا حضوركم ومتشرفا بكم فأنتم أهل للتكريم وأولى بالتبجيل وأولى بالتبجيل. ولكم سعدنا بتشريفكم حفلنا فأهلا بكم عطرا فواحا ينثر شداه في كل الأرجاء. أهلا وسهلا بالذين تزينت بهم المجالس والأماكن كلها. إن كلمات التبجيل تتناثر فرحا لرؤيتكم وتتمنى أن ترسم على محياكم بسمة وضاءة وتنحت في قلوبكم مراسم السعادة. يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. فأهلا وسهلا بكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كنت آد بي أمهات سنتهي أرضي الداس وأرضي الحشي معلمين تياله إيو والد وانا أكسن إسلح الشي آد يا آد بي أمهات علنينا والد كيردالي إيو معلمين تي برباري سيبا إتربية داي سيب. حفلتنا أيين كوسيس عناينا ما أنت حفلتنا وهاي دارنا تهاي يو تشددة يو حلا يسقيمي يا قريبا حلا كقالن تبينا يو انتبا وحفافاهن دارا ذاك بحندونا ما مولها مركز كتيسير وما مول وعنا مسكح يا قون لو مذاهب تدين تنا مل سرك قارو ما دكانا يقانو ميسامة ثلاثة مال مركي لقاربا مال كالهلاد شو مشاريع سمي يوم دكتي سفرانتهاي لو وضا مبسوطي مامولهن مامول عويل عبد الله عيسى تفضل مشكورا ماجورا بأيد مفتوحة بينهما سار عضرة. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أولا حنكم هدنا يا الله سبحانه وتعالى
الله نوافتي إن أنا هلكان سكوب إيمانه وأي نكسر قيد قلنا حفلة دان لقوم مع موسى يو كتاب ربي سبحانه وتعالى يجيل كان أن رجينا إنه إنا نقدان بإذن الله الكريم جيل كحمبار له الرسالة دان كلمة ديدا كوباد بعد الثناء الله تعالى كذب أنت كذب وحن كم هاد علينا يا أم هاد علينا يا مرت شرفتها كسوق قشي حفلة دان قروح ضبطان بس مرت شرفتها إنه أيوه الرجال علماء دينا وحن أم هاد علينا يا علماء دينا أوجه رأيه شيخنا الشيخ موسى طاهر ويس أوجه رأيه شيخنا لبعض الشيخ محمد إبراهيم كياوي شيخنا الشيخ عبد السلام الشيخ علي صوفي حنكر أمه علينا يا شيخنا آدم عبد الله باريو الشيخ أحمد ريحتور شيخ حسين فقيه او جيتكو كوسو جيرا ان رجينا انو يلا سو قيب غلو نعم واجوغا شيخ حسين فقيه الداعي بوزاره الشؤون الاسلاميه ان ضمانتو واوما هاد علينا يا شرفنا وحنا ان نغلا سو قيب غلين حفلتان وحنا كلو اوما هاد علينا يا والدين تشرفت له او هدي ماركتي بعد الله ايغو ايسن غرب نغسيان عمل كان قروخ بدن وسن هلكا سو غارين والدينتنا شرفت بدن ايغانا وا امهد علينيا بقولكي وبقول ادي اد با امهد سنتين جهدك يو وناغا اد غرب كنوغو تيين وا اينو كمهد علينينا ان وحان كلو امهد علينينا معلمينتنا شرفت له عمددا اما تيرك مركز التيسير وكتاغن يهي أه مغاعيضو دو مودة الشيء كرا لكن دمان طور آدي آدمان أيغان وغو مهد علينا يوه مهد سنتيهن وحان كلاو مهد علينا يا مدير كينا شرمارك مساعدي شرمارك أساقنا ومهد سن يهي رنتي انتي مركز كا إدارة سلوريغي وحبادن كاقبتي وهر مريي جهد قليي وقتي أصبحنا آدي آد بأمهد سيئة أنت أكدب ولا ليال دمان مرت الشرف تكال الدوان أنت عن شيئي أنت عن الشيئين بأوي مهد سيئين وحن أنت أكدب ولا ليال روائنا وحير كائرة هذا أساسك أما بلو بمركزك حلقي أما بلوني مركزك مركز تيسير للقرآن وعلومه لغاية كون يلغاتنك يعني مركزك تأسيسني وأساسني كدب كورونا أنا جالس وأدح جلي، مركا كورونا صدق بلاد مركا في الرين كدب إلى السنة دي هذا اللي بدأ يكون يو كوي الله بعثنك مركز كوه حرة قدروا حن أبلوهني اللي بدأ يكون يو كوي الله بعثنك هذا ساس أي مركز كهل سنة كفرن يهاي، مركا مركز ك أقسام أي ولا يهاي أو ككورن يهاي أقسام تمركز كوه حكم ده حلقات تحفيظ القرآن حلقة القرآن الكريم كان وحفظيه أيو مركز كوكوبان يهي حلقات التحفيظ وحلو يقانا أرداد الصباح دي سواق الشه لحظة يباركة من لحظة أرغنمو إلى عصر كتشوغة عن سكول كالإقام بالي رضا التحفيظ وحوك لو كوكوبان يهي القراءة والكتابة وأرداد قيب كمدة عن مانتي تو شهادوين كالسين دون أي كمدة هاي لبدا قيبود بقى قيبت حلقات تحفيذك يقيبت القراءة والكتابة وعاساسك قرآنك ميشي قرآنك وكونكم يعمل لغا بلاغيي والقراءة والكتابة ودوسو قفق القراءة والكتابة وصنعقون وحاولين لبداً اي قرآن كلاك المياء انو برطان ويكو عدكانيسا سيدو كلا مركز قلقو ككو بي حلقات لغو برطو عرب صحيتانك حلقات التصحيح وعرب كلاكو صحو أيضاً مركز كولاية هاي نوا هذا نرجعين إن شاء الله إن وحبنا قيفتها كسر كحلينه أرضا معلمين تو كل وضوء مصححين
القرآن كجلاس والبديعة جلاس كذا علمها يعشر هذا يصبع هذا يتصحيح كل حسيان حلقات تصحيح وقارن ويتشرين فترة أذكى هذا معلمين تجلس هذا هي يعانت كوه هي لكن هذا ما حرمنا إيران سيرت طورينه وحلقوين وجونئه هذا نسيح وجنوا عن معرفة كسر ضره وتصحيح يعرف صحيتانك وأنا لبدا إن شيء أو قارض ومعرفة هذو سلاح رب قرآن كيس وهجاجي مستقبل كيس القراءة والكتابة يتصحيح على وضع وأساس سوية سيدو كلا مركزكو وحلالي هاي قيبال قبر تقراءاتك وشيخ المقرقة الشيخ أحمد محسن دحابة وأساق وحاويان بعانتكوا الشيخ خاص أو قرانسة يمنيقة قيب وحاجرت مركز وحاويان قراءاتك القبرتو وشيخ وقعانتكوا هايو وحيا ربنا وتصالح الشيخ وح أنتوا يمد جهود وقطعي وصعب نيجي لهن لكن وقت وير أو غير بان واحد سمين إن وح أودنا ده عن صعب نيجي دهنا لكن شيخ جهود فربنا ببحيي أرضا بدن بصاص عري قوة صحيحة وبعنت كوهي يقوى قراءات كإنتبا وأرضا ما أعتقد قوالة بدن ما شاء الله أدب ومهد علينا الشيخنا جهود جيسا إلهي هبركيو وحاكروا مركز كليه قسمي ilmaha iskuuleyda ah quraanka maartay lagu baro sabti ahad iyo saddexda maalmo kale bacda asr marka qaybtaasna qaybta ilmaha iskuuleyda ah duruus kale oo tarbiya ba u dheer wuxuu kale markaas ku leeyahay qayb waxa weeyaan anshita ah oo magaranaysa ardada lagu loo kaxeeyo meelaha ardada maartay faa'iideenta ama ardada maartay imtixaanaadka musaabaqooyinka ku guuleysatay lageeyay meelo qurux badan oo wanaagsan oo ardayda maarta laga farxinahayo oo dalxiis ah qaybo wuxuu leeyahay markasku wuxuu leeyahay oo kamid ah duyuuf nisaab booqata oo markas ka timaado culuma ah oo inta badan social media kala socotaan culumadaasna waxaan u keenaa si maadaama markasku markas quraan uu yahay ay ilmuhu ugu xirmaan culumadooda oo culumaduna maaragtay ay markaska uga mid noqdaan waxa kamid ah markaas waxa weeyaan kuwaas oo dhan ba kamid ah kuwa aan hadda ka tagay intaba isugu jiraan marka Allah in barakeeyo mustaqbalka markaska iyo hadafka aan markaska u aasaasnay waxa weey inuu soo saaro jiil weyn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa xambaarsan oo waxa weeyaan xufaad ah mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa wax fiican inaan soo bandhigno oo tusaale fiican oo lagu daydo aan noqono biidni ilaahi alkariim intaas aan ku soo gaabinayaa iyadoo waqtigu u ciriir yahay ilaahay in xifdiyo hana in barakeeyo dhamaantiin waxaan ilaahay wa mahadsantihiin jazaakumullahu khayran jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala hakaabal mariyo imaamule sheekh awil kalmadaas iyo warbixinta uu yidhiisay soomaalidu waxay tidhaha war la hel yaaba tala la hel markii war la helo ayaa wixii talo iyo tusaale iyo arrinka wax laga oodan lahaada loo gudbayaa waxaan filayaa hadda markaska taysiir wuxuu yahay iyo ujeedada loo aasaasay iyo intuu jiray iyo midhaha soo baxay muddada kooban intaba waa la fahmay oo waa la dhuuxay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo macallimiinta dadaalka badan gelisay muddo sanad ama laba sano ah oo markas jiray arday quraanka say waa akhrinayeen hadda arkayseen iyo kuwa badan oo kale oo ay soo socdo iyagana arki doontaan in lagu soo saaro wax sahlan ma marka dhammaan macallimiinta markaska ka hawlgasha iyo hawlwadeenadiisa diricyadaas qiimaha badan waa u mahadnaqaynaa ummadana kaalin weyn bay ugu jiraan rajadaas fiican iyo mustaqbalkaas iyo hamigaas uu sheekhu sheegay ku haminayaana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu u hirgeliyo شيخ عويل يا شيخ لقمان او مامولكي كاميدا يا شرماركه دمان تود با رنت وا امهد علينا مركز كرقبه اسوغو تغي او خوغا ساري ارضي قيمه بدانو تلقات كودا لو بغي داوين تو نهارستو والد كو دريهلو ددك ان ديبهين طاعتي وسمايديو اخلاق دورا وتا ايا تيسير كو ديارا أدعونا هذا المريم بحر تيسير كصابير وحين وصي قد بينا كلمات ككلاء يبرامج تينو هدي
وأنا هذا كسر دوينا يا سيدي معمره شاعي مركز كوحلي قريب قراءاتك أو قرآن كي كريم كها إن قراءاتك كلنا باللغة برتو ما دام أمضى سومالية رواية حفظ عن عاصم وكلية أنت بدن بدن ترين مركز كوحكاني نقارية ومعلنا oo aad dareemi kartaan de qof meel kale laga keenay kharashka ku baxay iyo hawshiisa haddana markasku arintaas dusha ay u ritay culays kasto ay leedahay waana wax u dheer yahay runtii in badan oo kamid ah maraakista kale oo waati aynu sheegayno markaska ragga maamulka iyo hoggaanka u haya waa rag fikr iyo talo iyo tusaale ay isugu geeyay sida umada ay waan ficilahaayeen ila soo dhaweeya قارئ الشيخ المقرئ أحمد محسن دحابة والآن مع كلمة الشيخ الفاضل المقرئ أحمد محسن دحابة تفضل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا من حياتنا ما نجعلها لكتاب الله سبحانه وتعالى فهي سعادة لنا في الدنيا كما نسأل الله أن تكون سعادة لنا في الآخرة بادئ ذي بدء أرحب بمشايخنا وضيوفنا الكرام وأرحب بالآباء والأمهات وأرحب بالإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات جميعاً وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم في حضور مثل هذه الاحتفاءات والاحتفالات التي نشجع فيها أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في تعليم القرآن وتعلم القرآن الكريم ليتخرج من هذه المراكز وأمثالها ثلة تحمي هذا المجتمع وتحفظ عقيدته وتربي المستقبل والجيل الذي يليه وهكذا يستمر نور الله عز وجل في الأرض القراءات القرآنية والروايات القرآنية إنه أمر عظيم وشرف كبير وشرفه أنه يتعلق بذات القرآن الكريم وحروفه وتركيبه وآياته وسوره يتدخل القرآن أو يأتي القراءات والروايات ليكون جزءا في قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى بالروايات المسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتكون علامة وآية لحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم وهو علم لا يستغني عنه عالم فقيه أو إنسان يريد أن يفسر القرآن الكريم أو لغوي يريد أن يتعرف على مفردات ومعاني اللغة العربية فلا يمكن الاستغناء عنه الإخوة والأخوات إن علم القراءات يقبل إليه أبناؤنا وبناتنا فينبغي علينا أن نعينهم في هذا المجال وأن نشجعهم لأخذ هذه الروايات متقنة مفصلة حتى يكون لنا جيل يحمل عن الأمة فرض الكفاية الذي افترضه الله عز وجل علينا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفي هذا المركز أولا أقدم شكري للأخ الأستاذ لقمان والشيخ عول والأستاذ شرماركا وجميع المعلمين والإداريين في هذا المركز الذين يسعون في نجاح هذه الحلقات وبإذن الله سبحانه وتعالى سنسمع إلى الأخ عبد العزيز وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقرأ برواية بزي عن ابن كثير إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ما شاء الله ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى أبرك إيوه قارئة إيوه أردنا قراءتك وبريبة وصوصاري إن شاء الله تعالى واحد رجعين إن مركز كلنا كسوا به دونان رقي بدلي لها يحبليه بدلي لها قرار واوين ما أنت لأي قانوه وكم يديها هاي قارئة إن صوماليات فضيلة الشيخ عبد الرشيد يا رجل لمتك شكرتك لما استقامت لساني ورفرف روحي بطهر المعاني هداني سقاني كفاني شفاني سألتك فيه لقيت جوابك لك الحمد إني أحب كتابك أرتل أتلو وأرجو ثوابك تدبرت ما أنت يسرته لي فيشفع لي أو يقي لي